صباح الخير لكل المشاهدين. أخبار جديدة وغوسبس جديد عم نجمع لكم ياهن من مواقع التواصل الاجتماعي والويب سايت رح نشارككم فيها اليوم. رح نبدأ بالأخبار المحلية بالمنطقة العربية ومع موقع حصرياً يلي كتب مؤخراً عن إحالة دعوة بالإفراج عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى. هشام يلي عم يقضي 15 سنة بالحبس من بعد ما تم اتهامه بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم سنة 2008. سبب لهالموضوع هو انه هو مريض بمرض كتير خطير داخل السجن وتحول الملف عند الطب الشرعي ليدقق بالموضوع. القرار بعد ما طلع انما العالم ناطرين تيشوفوا شو رح يطلعوا ريزالتس، خاصة محبي سوزان تميم. من بعد موقع حصريا رح ننتقل عند اليستا والصور يلي نشرتها على تويتر وانستغرام خلال هالجمعة. هدول الصور بعودوا لعيد إليسا، ومثل ما عم نشوف هون أول صورة لها مع التيم بكرويشا كانت عم تحتفل بأول عيد ميلاد، وهون الصور الثانيين بدبي واتمنيت لحالها هابي بيرثدي تو مي أو عم تتمنى عيد سعيد لها. إليسا من بعد ما كانت عم تحتفل بعيد ميلادها بمناطق مختلفة كانت بالوقت ذاته كارول سميح عم تحتفل بالعيد الأول لزواجها، وحطت صور على انستغرام وقالت أنا موجودة مع الشخص اللي بحبه على أحد الجزر بالعالم وعم نتشارك الفيرست انيفرسري. صور هلا عم نشوفهم سوا نشرتهم كارول على انستغرام خلال الثلاث ايام القليله اللي قطعت، وقالت كارول مثل ما عم نشوف هون انه هي محظوظه بشخص بتحبه وحياه حلوه وهالحياه فيها تبادل مشترك للاحترام. من بعد كارول سماحه منروح عند الشحروره صباح وموقع اوائل نيوز اللي كتب انه عائله صباح مستاءه كثير من الاشاعات اللي عم تطلع، واخر اشاعه كانت اشاعه بتحكي عن وفاه صباح. هالاشاعه اكيد منها مزبوطه، والعائله قررت انه بدها تقوم بدعوه قضائيه قدام المحاكم كرمال تحد من هدول الشائعات، وطمنت كل محبين الصبوحه انه هي صحتها كثير منيحه. اما عاصي الحلاني فعلى تويتر ومن كم يوم نعي احد شهداء الجيش اللبناني ايهاب الحلاني، ومثل ما عم نشوف هون شارك حتى بالتعازي بالحلانيه، وكان ايضا مثل ما عم نشوف هون على تويتر نعى الشهيد وطبعا كل شهداء الجيش اللبناني. أما محبي الممثلة ندى أبو فرحات فمؤخراً كان النهار كتبوا على الموقع الإلكتروني تبعهم مستجدات عن ندى أبو فرحات وأنه هي رح تشارك بمهرجان القاهرة السينمائي، وخلال هالمهرجان رح تكون من لجنة التحكيم عن فكرة الأفلام القصيرة، ورح يكون هالمهرجان بين 9 و 18 نوفمبر. بذات الوقت ومثل ما قطعت الصورة هلأ كمان ندى رح تشارك بمهرجان دبي السينمائي عن فيلم القصير يلي اسمه ريفولت تانجو. هالفيلم اللي هو من إخراج إلي كمال بيحكي عن الريفولوشن وخاصة الريفولوشن اللي صارت بالمنطقة العربية، وبطلة هيدا الفيلم أكيد هي ندى. نتمنى لهم كل التوفيق بدبي فاستيفال. من بعد ندى أبو فرحات الممثلة العربية المصرية نبيلة عبيد عم ترجع على الشاشة لكل محبينا، إنما بطريقة جديدة اليوم، وهالطريقة هي الطريقة هي عبارة عن برنامج واقعي جديد اسمه نجمة العرب. هالبرنامج رح يكون برنامج لهواة عرب صبايا جداد، من خلالهم رح تنقي موهبة عربية جديدة شابة رح تكون خليفة لها على الشاشة. وقالت خلال مؤتمر صحافي عملته من كم يوم ببيروت إنه هي رح تكون دعم لهذا الشخص ليحقق حلمه، مثل ما كانت هي وصغيرة في دعم حدا عم بيساعدها لحققت أحلامها. هيك مشاهدينا من كنا نهينا الأخبار الخاصة بالستارز، رح نحكي عن خبر كتير حلو عن شاب لبناني وهو بيشتغل اليوم بفيسبوك ومور سبيسيفيكلي بالانترنت اورج. هالشاب اللي كان عم بيعمل بالاي يو بي محاضره وهو زياد ترابلسي، هالمحاضره بتحكي عن الانترنت اورج. الانترنت اورج هي عباره، هون عم نشوف صور المحاضره بالاي يو بي، والانترنت اورج هي عباره عن كونسبت جديد طلعت فيه فيسبوك، والهدف من وراه انه يوصلوا الانترنت لكل العالم. اليوم انتيار من العالم عندهم الانترنت بالوقت اللي الثلثين الثاني ما بيستفيد من هالشغلة. بنظر فيسبوك رح يقدروا يعملوا تغيير جديد بالعالم إذا قدروا يوصلوا الإنترنت لكل الكرة الأرضية. ليه؟ لأنه بنظرهم الإنترنت هي وسيلة لنتناقل المعرفة بين بعض. رح نفرجيكم فيديو قصير، هيدا الفيديو
هو بفرجينا رأي CEO فيسبوك بهيدا الموضوع. باختصار عم بجرب يقول تخيلوا مثلا ببنغلاديش هالفلاح والمزارع عم بيقدر يوصل على جوجل ويستفيد من الطرق الحديثة أو طرق جديدة أو بركة تيبس ليقدر يعمل زراعته بطريقة مختلفة، أو الطلاب بيقدروا يحصلوا على كل المعلومات هن وعم بيعملوا بركة الفروت الخاصة بمدرستهم. رح نشوف سوا الفيديو ونرجع منعلي عليه. We used to live in an economy that was primarily resource-based, which meant that if I owned something, you couldn't also own the same thing. But the future of the world economy is a knowledge economy. Me knowing something doesn't prevent you from also knowing it, because we can share knowledge and information. Imagine a world where everyone had access to education and healthcare information, a world where farmers could look up information to improve their crop yields, and students could consult Wikipedia to help out with their homework. The internet is really the backbone of the knowledge economy. If everyone had access to those basic tools, we'd all be able to benefit from all of the innovation and creativity and ideas that everyone had. Our plan is to make basic internet services affordable so that everyone with a phone can join the knowledge economy. In order for this to be economically feasible, we need to make the internet 100 times more affordable. And we can do this through a combination of two things: reducing the cost to serve that data by 10x, and reducing the amount of data by 10x as well. First, لأكيد ومثل ما الفيديو بيقول وإذا بتحضروه كله كمان كتير انترستينج، هذا الفيديو موجود على يوتيوب. لأكيد أنه إذا قدرنا نوصل المعلومات لكتير عالم عم نزيد الأوبرتونيتي لكتير أشخاص بركة موجودين بمحلات بالعالم اليوم ما عم تستفيد من هالإنترنت ويقدروا يوصلوا لمحلات كتير مهمة بالحياة. هلأ رح ننتقل على الانترناشنال نيوز، وبتعرفوا أنه مبارح كان هالوين وبهالجمعة اللي قطعت هوليوود كلها كانت عم تحتفل بهالوين. رح نبلش بمجموعة من الصور رح نشوف فيها المشاهير، وهون رح نبلش مع باريس هيلتون يلي قررت تتنكر مثل كلبة البوميرانيان. باريس هيلتون أخذت كتير سكسي على هاللوك، أما هلأ عم نشوف جيسيكا ألبا وكالي سوير يلي كانوا عم بيجربوا يقلدوا السينجر والجيتاريست تبع غانز ان روزز. من بعدهم ننتقل عند هون اللوك الكتير مهضوم يلي عم نشوف تشيبس، نوع من التشيبس يلي عملته كيتي بيري وأخذت كمان very good feedback عليه. أما الصورة اللي بعدها فهي للممثل آدم ساندلر يلي ما كتير عمل أفورت ولبس بس شابو بايرت. وآخر صورة معنا لجوان ستيفاني وزوجها وعملوا الفامبايرز. هيدا كانت أجواء الهالوين باختصار بهوليوود. هلأ رح ننتقل عن جيسيكا بيل وهي زوجة جاستن تيمبرليك، هالكابل يلي من بعد ما طلعت كتير أخبار. هون عم نشوف صورة حدا عم بيتمنى هي عم تتمنى هابي بيرثدي لجوزها جوان ستيفاني، هالكابل يلي صار لهم 12 سنة سوا وكتير في أصداء إنه they make the best couple in هوليوود. نرجع عن جيسيكا بيل وهالصبية اللي طلع كتير أخبار عنها أنه هي pregnant، وكان أغلب الأوقات عم بيقولوا أنه لا مانا pregnant وما بعرف شو. تأكدت الخبرية والشغلة رح نشوفها هلأ بالصور سوا، بتشوفوا أنه في أحد أصدقائها لجيسيكا عم بيتمنى لها good luck وعم بيقول لها I can't wait أو من قادر أنطر لشوفك على الريد كاربت باللوك الحلو. رح نشوف صور لجيسيكا بيل هلأ هي وصديقة مع الكومنت اللي حطه هو على الانستغرام، وبالإضافة لهذا الشيء رح نشوف كمان صور لجيسيكا مع جاستن تيمبرليك، وفي وحدة من الصور بتفرجينا وهي مبينة شوي pregnant. ما بعرف إذا الصور حاضرين معنا لنشوفهم، إذا منهم حاضرين بنرجع بننتقل عن تشيلسي هاندلر. مين منا ما حضر تشيلسي ليتلي؟ تشيلسي هالكوميديان الأمريكية كانت مؤخرا نشرت صورة على انستغرام عملت ضجة كبيرة. هيدي الصورة هي لفلاديمير بوتين، وهالصورة كانت اتخذت لإله بال 2009 بسيبيريا. الصورة بتفرجينا فلاديمير وهو على الحصان، وبذات الوقت كان من فوق منه لابس.
يابس. فقررت تشيلسي، هون الصورة اللي عم نشوفها سوا، فقررت تشيلسي إنه تقلده لفلاديمير وتعمل صورة مثله وتنشرها على الإنستغرام. هيدا الصورة لغت 3 مرات عن الإنستغرام، وكانت تشيلسي هيدا الشيء أساء كتير وقالت تعتبر هيدا الشيء ضد النساء، مثل ما الرجال فيه ياخد هيدا الصورة بنظرها هي فيها تفرجي جمال جسمها وتفرجي هيدا الصورة. وقالت هون على انستغرام كل شيء فيه يعمله الرجال لازم المراه تقدر تعمله. انما انستغرام مثل ما بتفرجينا الصوره التاليه هون كمان على التويتر رجعت وعادت وقالت الموضوع. منشوف هون انستغرام عم بيعتذروا منها وبيقولوا لها الصور الغير لائقه بانستغرام مضطرين انه نشيلها عن الموضوع عن انستغرام. اما هلا مشاهدينا كل محبي اشتن كوتشر، كل الصبايا يلي حبوا كثير هالشاب وبيعتبروه شاب كثير حلو، كان عم يظهر مع ميلا كونس، ومؤخرا ميلا كونس جابت اول بيبي جيرل لاشتن. هالشاب الحلو منه بس شاب حلو انما كمان بي كثير مميز، وباول اطلاله لإله كأب اشتن كوتشر اخذ اعجاب كثير كبير من النساء. منشوف فيديو قصير عن راي اشتن كوتشر بالبارنتينج او اكسبيرينس الجديده تبع الابوه يلي عم بيختبرها حاليا. Night nurse or anything, and we're lucky enough that we have jobs that we can afford to spend time and be at home or take time off if we need to, and so it's just this like it's that I kind of have like a hero complex a little bit, and I'm somebody's hero now, like this kid, like me too. It's kind of like it like fulfills every bit of your ego when the kid starts to cry and you're like, oh, I got this, and you know, you take it, and suddenly it's like the child calms down and you're like, oh yeah. You feel like you're like a baby whisperer. Well, I mean, first of all, everybody says like when you get a child, they like don't come with an owner's manual, but that's kind of not true because Google's kind of like an owner's manual. Like, you can pretty much Google anything. Any problem. And it's there. And it's always reliable. That's great. It's always reliable. But I mean, for me, I go to my partner, you know, and I talk to Mila, and we make choices that are like, you know, I mean, and she did, we did a lot of, we both like did a lot of research on like infant, like I'd been a parent to teenage girls before in my life, and so I have experience with girls and experience with that, like from age 7 to like 25, like I'm aware. But infants, it was like a whole new thing. So we really like went and just started studying like what it is to take care of. الاكسبيرينس اللي عم بيحكي عنها أشتن كوتشر هي مع بناتها لدامي ميمور، وهي كان يظهر معها على فترة كتير طويلة أشتن كوتشر. مشاهدينا رح ننهي اليوم بفيديو أخير وهو لبراد بيت. براد بيت اللي كان عم بيشارك بمقابلة بتوين تو فيرنز مع زاك غاليفيناكس. هالمقابلة الساخرة يلي قبل بخمس أشهر كان أقام مقابلة مثلها مع باراك أوباما زاك، هالمقابلة هي أصلاً ساخرة، إنما بمحل كتير استفز زاك براد بيت، وعمل براد بيت حركة عملت ضجة كتير كبيرة، إنما إذا كنا محله كنا رح نعمل أضرب. منشوف سوا هالفيديو، أنا بودعكم، شوفكم بعد شوي بباتس. Is it hard for you to maintain a suntan? Why? Because you live in your wife's shadow. Because I had a romantic fling with someone that was. I'm sorry. A romantic fling that was. That was my last piece. Public, and it got on my nerves, and because she kind of outshined me. That was my last piece. It's, I had the same thing with Condi Rice. Oh, really? Tell me what it was like the first time that you laid eyes on Angelina. Was it like one of those classical love stories, like when. I don't know, when Ross first saw Rachel. You know that show, Friends? Have you seen that? What's that? I like that song. Do you think people focus maybe too much on your looks and don't even, you know, realize that you're just a shitty actor?